نقطة تانية هناقشها مع ضيفي العزيز الدكتور مختار كامل. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور مختار عامل ميوت للصوت، لو سامعني بس افتح الصوت تكرما. دكتور مختار، طيب هنرجع لدكتور مختار لما يجهز. الفكرة كلها إن الشعب المصري بقى عنده درجة كبيرة من الوعي، نقدر نتكلم بثقة في النقطة دي، وده رصدناه من هتافات الناس في مناطق ما كانش حد يعتقد إن الحراك الثوري ممكن يوصل ليها. يعني لو رصدنا الهتافات في إطفيح والكداية وكل المناطق اللي حضراتكم حفظتوها دلوقتي، فنقدر نقول بدرجة ثقة 100% إن المواطن المصري وصل لمرحلة من الوعي، ثم النضج في هذا الوعي تنبئ لأي حد عاقل. وده كمان يفسر لنا ليه السيسي يعني مستمر في القمع بنسبة 100%، مش عايز يدي فرصة لأي صوت حتى لو من جوه النظام، زي المحامي اللي طلع قال لك أنا حر بعارض جوه بلدي بحرية. النظام لو كان عنده درجة ذكاء كان قبض عليه، لكن هو عايز يوصل رسالة تانية إن ممنوع الكلام، صمت. رجع لينا الدكتور مختار. صباح الخير يا دكتور، عندكم في أمريكا. أهلا وسهلا، مساء الخير، إحنا عندنا الساعة 6:05 بعد الظهر دلوقتي. طيب مساء الخير يا دكتور. دكتور، بعض المحللين بيقولوا إن من حسن الطالع ومن حسن حظ المصريين الذين يثورون منذ 20 سبتمبر إن هذا الحراك حدث في وقت الإدارة الأمريكية في ضعف، في موقف ضعف. ترامب وهو داعم كبير جدا للسيسي ولعصابة الأربعة، يعني ليس سرا، خلاص كل المواطنين 100 مليون مصري عارفين علاقة السيسي بترامب وبالتطبيع وبصفقة القرن وبضم القدس وهكذا. فالإدارة الداعم الأكبر للسيسي في لحظة ضعف، بنقول كده، كنا بنقول كده عشان خاطر أسهم ترامب المتراجعة جدا في الانتخابات، كمان ترامب تم إعلان إصابته بكورونا، المناظرة اللي كانت بين ترامب وجو بايدن اللي هي يعني كانت تعتبر وصمة عار وفقا للأمريكيين في تاريخ الديمقراطية الأمريكية. فهل حضرتك تسمن هذه الآراء إن التوقيت ده مثالي للحراك المصري، ولا مش فارقة الثورة تحصل في سبتمبر، في أكتوبر، في نوفمبر، بعد ما يجي الرئيس الجديد مش فارقة؟ إذا حضرتك بتتكلم عن التوقيت في علاقته بإمكانية تغيير الحكومة الأمريكية، أعتقد أنه توقيت معقول جيد. نفس الوقت أنا عايز أقول لحضرتك بالتأكيد لما ترامب هيمشي هيحصل شيء من التغيير في وجهة الحكومة الأمريكية تجاه القضية المصرية وما شابهها من القضايا في الشرق الأوسط. إيه الأسس؟ ومع ذلك يعني إيه الأسس اللي حضرتك بنيت عليها هذا التصريح الخطير؟ إن لو جه جو بايدن هيحصل فيه ضغوط على السيسي مثلا في ملف حقوق الإنسان. لا، ما أنا كنت هكمل لحضرتك. ممكن طبعا تزداد الضغوط نسبيا بخصوص ملف حقوق الإنسان أو بخصوص أشياء أخرى، ولكن اللي أنا كنت عايز أقوله لحضرتك أن هذا التغيير لن يكون يعني كافي لكي يعني مثلا نركن عليه، نتفائل على أن أسوأ السيء راح وربما ما يأتي، لكن ليس أحسن درجة كبيرة جدا بحيث انه مثلا تغيير. دكتور مختار، بس لو حضرتك يعني الصوت، بس لو حضرتك يعني ترفع صوتك قليلا. انا أيوة. يعني صوتي عالي. تمام كده تمام كده تمام يا فندم، كده تمام، اتفضل. انا برضه سامع عند حضرتك باك جراوند مظاهرات كتير وكده، لكن المهم يعني اللي كنت عايز اقوله لحضرتك ان تغيير في اتجاه الحكومه الامريكيه اذا تغيرت، والاحتمال الارجح انها ستتغير، سيكون في بعض الامور ولكن ليس بالدرجه التي قد يتصورها المواطن المصري العادي، لان المساله في النهايه
سوف تكون محكومة بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وفي كجزء من المصالح الأمريكية في العالم كله، ده من ناحية. من ناحية أخرى هذا سوف يكون محكوما أيضا بتصرفات المصريين. يعني مثلا لو كان هناك حراك على قدر كبير من الأهمية في الشارع المصري مع وجود مثلا بعض القيادات التي تظهر من الشارع، حاجة زي كده، أنا بعمل سيناريو يعني. نعم. في هذه الحالة يعني خلاصة الكلام، الشعب المصري هو الذي يستطيع أن يجبر الحكومات الأجنبية وعلى رأسها الحكومة الأمريكية أن تقوم بتغيير جذري. نعم. أما فيما دون ذلك فستكون هناك تغييرات إيجابية، ولكنها سوف تكون تغييرات يعني أنا أتصور أنها طفيفة إلى حد ما. نعم، أنا متفق معك، قلته تماما يا دكتور مختار، لكن أنا بس عايز أناقش مع حضرتك أهمية هذا التوقيت برضو. هل هو في صالح المتظاهر البسيط اللي شرفنا بجلابيته؟ أيوة. اللي هي ليه بقى يا دكتور؟ في 2011 شفنا أوباما طلع بتصريح للجيش المصري، وطبعا ليس سرا حجم العلاقات اللي بين الجيش المصري وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بيطلب من الجيش المصري ممنوع ضرب المتظاهرين في ميدان التحرير. صحيح. دلوقتي ترامب في أزمة، حقيقي في أزمة، وكل المراقبين وأصدقائنا في أمريكا الراصدين للانتخابات بيقولوا إن وضع ترامب وهو داعم للسيسي في أزمة. يعني ترامب لو حصل حراك، لو حصل دخول لميدان التحرير، ترامب هيكون في وضع صعب جدا إذا تغاضى عن ممارسات صعبة ضد المتظاهرين. هل حضرتك صحيح. بتتفق مع التحليل ده ولا لا؟ يعني احنا عندنا فرصة بالتأكيد. فعلا؟ بالتأكيد حضرتك هيكون المسألة مسألة صعبة في وجود ترامب، في وجود بايدن. أعتقد أنه بايدن سوف يكون قريب جدا من أوباما، لأنه احنا عارفين حتى هو القائمة الانتخابية بتاعته ودعايته الانتخابية في البداية هو كان بيعتمد على قصة والله ده أنا كنت نائب الرئيس أوباما، فهو يعني بايدن سوف تتبع سياسات تقترب جدا من سياسات أوباما. نعم نعم، لكن في النهاية بنتفق إن فعلا الوقت ده قد يكون لصالح المتظاهر المصري دلوقتي، لأن تمام. لو اتضرب عليه نار يعني بالفجر اللي عرفناه من السيسي في السنوات الماضية، ده يمكن يكون القشة التي ممكن تقسم ظهر البعير ترامب. يعني ترامب في موقف في الانتخابات الأمريكية دلوقتي، لو الشرطة المصرية ضربت نار بفجر على المتظاهرين، ممكن يعني فرص ترامب القليلة بالفعل في الانتخابات كما يقول البعض ممكن تنعدم. تمام، أوكي، متفق معاك، متفق مع حضرتك. طيب سؤالي الأخير لحضرتك كمراقب للشأن المصري، توصيف للأحداث اللي من 20 لدلوقتي سياسيا، حضرتك شفتها ازاي؟ قريت اللي حصل ازاي؟ اتفاجئت؟ ده كان متوقع؟ وبتتنبأ ايه في الأيام القادمة؟ شوف يعني أنا شخصيا متصور من فترة طويلة إنه مسألة الحراك هذه سوف تأتي إن آجلا أو عاجلا، وهي الصعوبة الرئيسية اللي أي يعني واحد متخصص أو حتى غير متخصص هي التوقيت، لأنه ما حدش يقدر يعرف التوقيت بالضبط. دي أول نقطة، وبالتالي فهي كانت يعني مفاجأة من ناحية، وما فيش مفاجأة من ناحية أخرى. ما فيش مفاجأة من ناحية أنا كنت عارف إن ده هيحصل ولكن مستني التوقيت، أما المفاجأة فهي إن ده حصل. وبعدين المفاجأة الأخرى وأعتقد أنها يعني مفاجأة إيجابية، هي حكاية أنه النهاردة اللي بيتحرك هم ما أسميهم بالمهمشين. نعم. وهؤلاء المهمشين قضية بتاعتهم قضية عميقة للغاية، ولم تلقى الدراسة والاهتمام الكافي من جانب المجتمع المصري، سواء من ناحية هيئاته العلمية أو أجهزته السياسية أو أحزاب المعارضة أو مثقفين أو ما إلى ذلك. قضايا المهمشين ومدى خطورة الوضع بتاعهم لم تدرس بالقدر الكافي، ومدى علاقة ده بالعالم الخارجي. واقع الأمر أن قضايا المهمشين قد ازدادت حدة
ربما اقول لك يعني من سنه 77 1977 لما قامت انتفاضه وسماها السادات انتفاضه الحراميه. نعم. بسبب رفع اسعار الخبز والكلام ده كله يعني. نعم. ولكن ازدادت حده بشده في وقت عصر مبارك. صحيح. اساس الموضوع ان الشركات الدوليه العالميه، هنا بقى ياتي التحالف ما بين النظام المصري ممثلا اصلا، بدايته كانت في ايام السادات لكن ما كانتش الملامح اكتملت. في عهد مبارك اكتملت تماما نوع من التحالف ما بين جهاز الحكم المصري وبين راس المال العالمي، واحنا عارفين راس المال العالمي ده قوه ضخمه. نعم. لانه هو حتى بيشتري الحكومات الغربيه. نعم. باستخدام موارد الاقتصاد المصري لصالح راس المال الدولي على حساب ما نسميه الان بالمهمشين، على حساب حتى البيئه المصريه. تبص تلاقي مصانع اتفتحت بتعمل تلوث شديد في البيئه، حاجات زي كده. ودولت بيشكلوا، هؤلاء المهمشين بيشكلوا قطاع هام عدديا داخل المجتمع المصري. فكون ان دولت النهارده بيعملوا تحركات او بيعملوا حراك، نعم، هؤلاء الناس ليست لديهم ايديولوجيات سياسيه كامله ولا حاجات زي كده خالص، دول ناس وسطاء. نعم. مصريين. نعم. اعتقد ان هذا يعني يزيد بشكل كبير من مساحه الاعتراض المصريه. يعني معنى كده انه مع اختلاف المستويات الفكريه والماديه بين الناس ديت وبين الطبقه المتوسطه اللي هي بتتاكل، وربما المتوسطه العليا وغيرها من الطبقات وفئات المثقفين وما الى ذلك، انما هذه الفئه من الشعب المصري اولا بتضيف مساحه كبيره لكل الطبقات التي شهدناها او الفئات التي شهدناها في 2011. نعم. اضافه جيده. نعم. قادره على انها تشكل عنصر ضغط لانها. نعم. ما هياش مركزيه. نعم. الى اخر هذا الكلام. فانا اتصور ان هذا ملفت جدا للنظر، وان هذا هيجي بقى للتنبؤ. نعم. ويجعلنا نتوقع جديدا قادما وشكل مختلف وتطور مهم جدا يجعل الثورة المصرية الحقيقة اللي مستمرة زي ما قلت من 77 أكثر عمقا. بتفق مع كل اللي قلته يا دكتور مختار، وبشكر حضرتك جدا جدا على هذه المحاضرة.